تقريبا مفيش حد منا ما بيستخدمش فيتامين سي سيرم في الروتين بتاعه. فلو انت بتستخدمي فيشي ليفت اكتف سوبريم سي سيرم، لاروش بوزي سي 10 سيرم، او حتى جارنييه الفاست جلو سيرم ومحتاجه بديل خارج قائمه المقاطعه، فالحلقه دي ليكي، لان انا جايبه لكم بديل هايل انا استخدمته فيتامين سي تقريبا مفيش في حلاوه تركيبته. وغير كده كمان انا عامله لكم الحلقه دي دليل كامل لكل الناس اللي هتبدا تدخل فيتامين سي في الروتين بتاعها او حتى دخلته، هتنبهروا من كميه الاخطاء اللي انتم بتعملوها في استخدامات فيتامين سي، لاني هقول ايه اللي ينفع نستخدمه معاه وامتى، وايه اللي كمان ما ينفعش نستخدمه معاه. فعشان ما اطولش عليكم، اللي ما يعرفنيش انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. بسبب المقاطعة الحيرة زادت في اختيار فيتامين سي ما بين الناس اللي كانت بتستخدم ذا أوردينري بكل أنواعه أو جارنييه، وطبعا الريفيوهات عليه كانت كتير، لاروش بوزي وغيرهم كتير. فأنا النهاردة جاية أساعدكم نختار فيتامين سي صح، وهقول لكم الاستخدامات، والأهم من ده كله هقول لكم أهم الأخطاء اللي ما ينفعش نقع فيها وإحنا بنستخدم فيتامين سي عشان بشرتنا تستفاد منها. أول حاجة بالنسبة لنا، فيتامين سي مهم في الإشراق والنضارة، فبنستخدمه دايما الصبح. والخطأ الشائع هو إن إحنا نستخدم الفيتامين سي بالليل. الحقيقة إن إحنا بنستخدمه الصبح التركيز من 5 لـ10، ولو هنستخدمه بالليل بيكون التركيز العالي اللي هو 15، ببساطة لأن هو مضاد للأكسدة، فبيساعد على إن هو يحارب الشوارد الحرة وبيعزز من حماية واقي الشمس اللي إحنا بنستخدمه. بشرتنا بتتعرض للشوارد الحرة دي طول النهار، سواء من التلوث أو من الشمس أو من غيرها، فبالتالي إن إحنا نستخدم مضاد للأكسدة صباحا قبل الصن بلوك بتاعنا بيفرق جدا في جودة بشرتنا ونطعها، طبعا ما يحصلش فيها أي نوع من أنواع التصبغات. فعشان كده إحنا بنحط الصبح ضمن الروتين بتاعنا وبعده على طول بنستخدم الصن. وما ينفعش وإحنا بنتكلم على فيتامين سي ما نقولش أهميته بالنسبة للهايبر بيجمنتيشن أو التصبغ. فيتامين سي من أكتر الحاجات اللي بتعالج الميلازما أو النمش، وده بفضل إن هو تيروزينيز انهيبيتور او بيقلل صناعه الميلانين جوه البشره، فبالتالي اي تصبغات هتظهر بسبب تقدم العمر او الشمس هتقل خالص مع الاستمراريه في الاستخدام. وتاني خطا شائع هو ان احنا بنختار عبوات فيتامين سي الفاتحه. لازم لما تيجي تختاري فيتامين سي بتاعك تكون عبوته غامقه او اوبيك، عشان هو لما بيتعرض للضوء بيحصل له اكسده، وده ما بيكونش مفيد خالص للبشره حتى لو استخدمتيه. فعشان تختاري صح اختاري العبوات المعتمه او الاوبيك عشان لونها ما يغيرش. اما بقى ثالث خطا شائع هو ان احنا بنستخدم كذا ماده فعاله في نفس الوقت، وده ممكن يعمل مشاكل كبيره للبشره عكس ما هو متوقع منها ان احنا نستفيد. فبالتالي في حاجات مهمه ان احنا نضيفها مع فيتامين سي تعزز من فعاليتها، وفي حاجات تانية ممنوع تماما ان احنا نستخدمها. لو اتكلمنا على الحاجات اللي بتعزز منها، هي الفيريوليك اسيد اول حاجه طبعا بيضاعف اهميه الفيتامين سي وبيضاعف امتصاصه، الفيتامين اي والالفا اربيوتين. رابع خطا هو ان احنا نستخدم فيتامين على الحبوب النشطه اللي لونها حمراء وملتهبه، ما ينفعش خالص وده بيضر بشرتنا جدا. احنا ممكن نستخدم فيتامين سي على اثار الحبوب دي بعد لما نعالجها، يعني لما تبقى بقع، انما غير كده وهي نشطه ممنوع نستخدمها تماما على بشرتنا، لان هي ممكن تاثر بشكل سلبي جدا على الحبوب ذات نفسها وعلى اثارها. وخامس واهم نقطه هي الحاجات اللي ما ينفعش نستخدم فيتامين سي معاها. طبعا من اهم الحاجات ديت هي الريتينول. الريتينول وفيتامين سي مع بعض ما ينفعش نستخدمهم خالص، بيأثر على بشرتنا بالسلب. فلو عايزينهم نحطهم في الروتين بنفصل ما بينهم واحد صبح وواحد بالليل زي ما اتفقنا، فيتامين سي الصبح والريتينول بالليل. اما بقى النيسينامايد ما ينفعش نستخدمه بعد الفيتامين سي، لان كل واحد منهم ليه بي اتش مختلف عن الثانيه، فبالتالي ما بنستفادش منهم. وطبعا اي احماض مقشره مع الفيتامين سي بتاثر على بشرتنا بالسلب وبتعمل فيها حساسيه. واكيد البنزايل بيروكسيد اللي موجود في كذا منتج زي الاكني اكت والبانوكسيد. وبعد ما فهمنا كل حاجة عن سيرم الفيتامين سي، يلا بينا نشوف السيرم العلاجي اللي أنا برشحه في الحلقة دي، وهو سيرم ياجنا ياسين من شركة سان بايني. يلا مع بعض نشوف التركيب. اقوى سيرامات الفيتامين سي والنياسيناميد اللي انا استخدمتها هي يوجانياسين. الشكل اللي على الشمال دوت الشكل القديم اللي انا استخدمته، اما اللي على اليمين فده الشكل الجديد اللي الشركه لسه عامله له ريبراندنج، والاختلاف ما بينهم فقط هو في تركيز النياسيناميد القديم 5% اما الجديد فهو 10%، والتركيزين لا يقلوا فعاليه عن بعض. تعالوا مع بعض نشوف التركيبه بتاعتهم، وهما الاثنين زي ما اتفقنا نفس التركيبه مع الاختلاف النياسيناميد. الشكل القديم النياسيناميد فيه تركيزه 5%،
عشان كده فتحت لكم الويب سايت عشان اوريكم كل حاجه عن المنتج زي ما احنا متعودين. ومن اهم استخدامات السيرم غير الاشراق والنضاره ان هو بيحفز انتاج الكولاجين، والشركه بتقول لنا ان في خلال 30 يوم من الاستخدام هتحسوا ان البقع افتحت، وان فعلا لو حد عنده كلف او نمش الموضوع هيقل معاه جدا. غير كده هو السيرم بيعمل على ترطيب البشره لان جواه 12 نوع فيتامين مختلف، خلاصه فيتامين سي اللي موجود في فاكهه اليوجا الكوريه بيساعد مش بس على الترطيب، لا كمان على ان وشك يكون منور، بتحسي ان المسام بتاعتك اتزقت بفضل الفيتامين سي، وغير كده كمان اي نوع من انواع التصبغ راح خالص. ومش هننسى طبعا ان الفيتامين سي ليه دور فعال في تجديد الخلايا وتحفيز انتاج الكولاجين داخليا، وده احسن حاجه ممكن نعملها ان احنا نحفز الكولاجين بتاعنا من جوه عكس لما نحطه من بره، لان المولكيولز بتاعته او المركبات بتاعته كبيره زي ما احنا متفقين. وخلينا نتكلم عن اهم المواد الفعاله. فاكهه اليوجا الكوريه جواه السيرم ده 82% منها كخلاصه، وده طبعا نسبه فيتامين سي كبيره جدا وكويسه قوي عكس اي سيرم تاني احنا ممكن نستخدمه، عشان كده بقول لكم هو مميز. تركيز الفيتامين سي عالي وفي نفس الوقت غير مضر، وطبعا ال 5% النيسيناميد زي ما قلنا في الشكل القديم و10% في الجديد. غير كده كمان في الاربيوتين، واحنا قايلين في اول الحلقه ان الاربيوتين من الحاجات اللي بتعزز امتصاص فيتامين سي، و12 نوع مختلفين من الفيتامين عشان يساعد على تجديد البشره وطبعا العلاج الكلف والنمش. لو حبينا نلخص فوائد السيرم هنلاقي ان هو مهدئ ومنظف للبشره، مفتح ومحسن لمظهر التجاعيد، مرطب بيساعد على الاشراق، يحمي من الشمس، واكيد بيصلح البشره. اما عن قوامه لان الناس بتحب تعرف ملمسه عامل ازاي على جلدهم، فخلينا اقول لكم ان هو ووتري، يعني زي الميه بالظبط زي ما انتم شايفين كده، وبيعمل كولينج افكت يعني بيرطب البشره ويديها احساس بالبروده، وغير كده ان هو مش بيلزق وامتصاصه كمان سريع قوي. وللمتابعين اللي داخل مصر لو هتسالوني نجيب منين السيرم، هحط لكم لينك صفحه انستغرام انا بتعامل معاها في المنتجات الكوريه عامه، بثق فيهم جدا وهم ممتازين وكل حاجاتهم اصليه 100%. فطبعا عشان انتوا دلوقتي شفتوا الياجنا ياسين بجد جربوه مش هتندموا خالص. واهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير. ودلوقتي هحط لكم لو حد عايز يستخدم السيرامات المصري مقارنه بين اهم 2 سيرامين مصري موجودين، وهو الاستارفل والميلاتكس، وكمان هحط لكم الحلقه بتاعه ازاي تعملي او تنظيم للمواد الفعاله جوه الروتين بتاعك، عشان لو بتستخدمي حاجات كتير تعرفي تنظميهم صح وما يحصلش اي ضرر على بشرتك. اشوفكم في الحلقه الجايه، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وقولولي في الكومنتس انكم محتاجين تشوفوا مني ايه الفتره الجايه. اشوفكم هناك.